اعتاد أغلب أولياء الأمور منذ سنوات على إرسال أطفالهم إلى المساجد لحفظ القرآن وتلاوته، وجرت العادة أن يشارك هؤلاء في مسابقات دينية تنظم في مختلف مناطق طرابلس لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته. مسابقة مركز الشيخ الصيد القرآنية واحدة من هذه المسابقات ولعلها أعرقها. المزيد في التقرير التالي. ما أن يحل الشهر الكريم إلا وتعكف عدة مؤسسات ومراكز لإقامة المسابقات والمناشط، وككل عام يقيم خلال هذه الأيام مركز الشيخ الصيد لتحفيظ القرآن الكريم المسابقة القرآنية 12 على مستوى مدينة طرابلس الكبرى التي افتتحت في 8 من رمضان بحضور لجنة التقييم والمتسابقين وعدد من أولياء الأمور والحاضرين. تم تأسيس هذا المركز بفضل الله سبحانه وتعالى، أكرمنا الله بأن نقوم بتأسيس هذا المركز على بمجهودات خاصة بشخصي، ومن سنة 2001 تم افتتاح هذا المركز، ومن تلك السنة واحنا نقوم بمسابقة قرآنية في شهر رمضان، وتبدأ يوم 8 رمضان وتختم يوم 27 رمضان، فهذه ليست وليدة الوحدة، ولكن احنا طبعا في إعادة الطاغية ما سمحناش للإعلام أن يغطي أي مسابقة من هذه المسابقات، لأننا نعرف أن الطاغية كان يؤول في هذه رغم أنها أهلية ومش مساهم فيها ولا حتى بدرهم، ولكن يؤولها لصالحي وأنها إنجاز من إنجازاتي، وبالتالي لم نسمح للإعلام لا مرئي ولا مسموع ولا صحف بدخول هذا المكان الطاهر. الأهداف من مثل هذه المسابقات القرآنية هو تشجيع أبنائنا الطلبة لحفظ كتاب الله الكريم، ولعل هذه المسابقات التي تقام على المستوى المحلي هي نتائج لتلك المسابقات الدولية التي نال فيها أبناءنا الطلبة التراتيب الأولى في دبي وفي السعودية وفي تونس وفي بقية دول العالم الإسلامي. فالشكر موصول والحقيقة لكافة الجهود المدرسين والمدرسات الذين يقفون الساعات يجلسون الساعات طوال لتعليم أبنائنا الطلبة حفظ كتاب الله الكريم. 222 متسابقا دخلوا للامتحان التمهيدي على مستوى طرابلس، تم قبول 144 طالبا وطالبة للمشاركة فيها. مثل هذه المسابقات القرآنية التي تستهدف أيضا الفئات السنية الصغيرة تعد بكل تأكيد حافزا كبيرا لهم لبذل الأفضل والمزيد. هذه المسابقة عادة تقام يوم 8 رمضان، ولكن الأيام على حسب المتسابقين، فإن هذه السنة أقبل عليها الكثيرون، حوالي وصل العدد إلى 210، ثم تمت المفاضلة بينهم فأصبح العدد الفعلي 144 متسابقا على عدد أيام الأسبوع تقريبا. لا شك أن إقامة مثل هذه المسابقات تعطي حافزا للطلبة والطالبات بأن يجدوا ويجتهدوا ويثابروا ويتسابقوا ويحفظوا القرآن الكريم على أكمل وجه بإذن الله. هذه المسابقة التي تختتم في 27 من شهر رمضان المبارك بحسب منظميها لم تكن الأولى ولن تكن الأخيرة لغرس مبادئ وشريعة ديننا الحنيف في مختلف الأجيال ابتداء من صغيرها وحتى كبيرها. معتز الخريف، ليبيا، لكل الأحرار، طرابلس.